السلام عليكم اخويا الاخوات، اتمنى تكونوا بخير. بغيت نعاود لكم واحد البلان كان باي وقع ليا، ولكن انا تقيل ومرزن وعارف شنو كندير. وعلاش باغي نعاود لكم؟ حيتاش ما باغيش شي واحد يطيح فيه. واي واحد كيعرف شي واحد عنده شي مشروع او عنده شي محل كيبيع يشري ولا شي حاجه بحال هكا، كنصحو انه يطاقيه ولا يصيفط لي هذا الفيديو ولا يسمع اشنو كنقولوا ويوصل لي الميساج باش يرد باله. لانه الواحد ما عنده ما يدار، شنو كيبان ليه غير نصب، بنادم كيبان ليه غير يدي ديال يعني ينصب على شي واحد ويدي ليه ديالو وزيد وزيد. المهم انا ديجا سميتو عندي بروجي تاني سامرش، عندي واحد البروجي تاني ديال البياس ديال الماطر سامرش. هذا البروجي هذا دونك كاين عندي هنا في مدينه ايت ملول. بالنسبه لهذا البروجي كنبيعو البياس ديال الماطر، وانا يعني كنخدم حتى بار انترنت سامرش. تواصل معايا واحد الكليون، عافاك اخويا واش عندك شي بنو؟ قلت لي ايه كاين. قال لي اعطيني احسن حاجه عندك. قلت لي هاي احسن حاجه عندي، شحال الثمن تاعها؟ 350 درهم سامرش. قال لي واش كدير لي ليفريزون؟ قلت لي ايه. قلت لي فين البلاصه؟ قال لي التسيله، يعني بيني وبين تمن نقول واحد 12 هكاك 11 كيلومتر بحال هكاك ولا 15 كاع. المهم قلت لي ماشي مشكل. قال لي اعطيني الكونت ديالك نفيرسي لك. قلت لي ماشي مشكل، عديتو الريب دونك انا عارفش كندير، عديتو الريب ديالي. قلت له هو الريب صافي. قال لي عندك؟ قلت له عندي السيرش. قال لي مزيان. قال لي انا عندي مصاريف في المغرب. قلت لي مرحبا. قال لي انا غادي نفيرسي لك غدا. قلت له الله يسخر، هادشي وقع البارح مزيان. اليوم مع الصباح صيفط ليا، المهم ديك الجوايه 12 الوحده. قال لي راه فيرسيت لك، واش جيب ليا داكشي اليوم داك البنو زعما. قلت ليه مرحبا ماشي مشكل. قلت ليه بغيت نشوف لابليكاسيون. هو سيفط ليا الفيرسمون اللي دار، الفيرمون دون دارك في لابليكاسيون من الكونت للكونت، من مصرف المغرب سميتو الكونت ديالي ديال السياش. ولكن من مصرف المغرب للكونت الفيرمون راه بتباع على يومين ولا 3 ايام مزيان. المهم سيفط ليا ديك الورقه داك الروسي اللي كيعطيك لابليكاسيون ملي كدير الفيرمون لي مزيان. ملي شفت ما كاينش سميتو ما كاينش معلومات تاعو نهائيا. كاين واحد النمره تاع الكونت ديالو، كاين النمره ديال الكونت ديالي، كاين المبلغ اللي اتفقنا عليه. صافي مزيان. انا جلست شكيت، جلست واحد شويه قلت ليه ولكن هذا الروسي ما فيهش السميه ديالك. قال لي لا راه كيفاش كيكون. قلت ليه مزيان. قلت لي واخا. قلت لي صور لي لاكارت ديالك. قال لي لا اسمي. قلت لي شوف، قلت لي صور لي لاكارت ديالك ونجيب لك المسائل دابا دابا. المهم جلست واحد شويه شحال وعاس، صيفط لي واحد الصور ديال لاكارت مزيان. صور لي لاكارت قلت ليه مزيان. قال لي ودي مالنا ياك لاباس زعما كثرت الشك وداكشي. قلت لي عادي جدا ما كنعرفكش، اول مره كنتعامل معاك. المهم مزيان. جلست واحد شويه قلت لي فين البلاصه غادي نجيبها. قال لي تجي حدا واحد الشركه ديال كوكا الحي الصناعي في تسيله، واحد البلاصه خاويه. قلت لي ماشي مشكل. قلت لي نتلاقاو في الهدى، يعني في وسط المدينه حدا واحد البنكه صافي. المهم قال لك لا بعيد عليا مزيان. قلت لي ماشي مشكل. واحد شويه قال لي راه ماشي تلقاني انا، بيتلقى واحد الدري اخر بنصيفطو باش تعطيه الامانه. قلت لي من الاحسن نعطيه لك انت بلا ما تصيفط ليا شي واحد مزيان. وشو كيصوني ليا، كيصوني ابيل. انا جالس ملي كنهضر معاه جالس كنبدا نفكر، كيصوني تاعي وحشيه. وانا نهز ديك لاكارت حطيتها في بيسي، حطيتها قدامي كنشوف التصويره صماش. قلبت على ديك السميه في فيسبوك، بانت ليا واحد السميه بحال هنيت. هزيت التصويره تاعو حطيتها تاعي قدامي وانا نصوني ابيل فيديو. ابري فيديو ما بغاش يجاوب، وانا صيفطيه قلت ليه شوف، قلت تجاوبني ابري فيديو هو هذاك ما بغيتش تجاوبني راه ما نجيب لك والو، حتى يبان عندي الفلوس في الكونت. وحشي قال لي شوف، قال لي انا راه خدام. قال لي واش انت بعقلك؟ قلت له ولكن انت كتصوني ليا. قال لي انا خدام. قلت له واخا دير معايا ابري فيديو ولا جيت تدي سلعه نتلاقى معاك صافي. قال لي شوف اليوم بغيت تعلم معايا انولي هاد الفيرمون. قلت لي انوليها صافي. يعني كيفاش انت غادي تانولي
واحد الفيرمون في لابليكاسيون، مع العلم انه الفيرمون ممكن يتانولا ولا الفيرسمون يتانولا في لابون كي جاب لها واحد نص ساعه ولا بحال هكا. المهم كتكون اجراءات بطبيعه الحال. سامر هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو عندك التزوير تاع داك الفيرمون اللي صيفط ليا راه مزور، لاكارت ناسيونال ماشي ديالو ديال شي واحد اخر، في داك الديسكريبسيون داك الكونفرساسيون اللي بيني وبينو مسح ديك لاكارت اللي صيفط ليهم مسح داك الفيرسمون، يعني ما كاينش هذاك السيد واحد نصاب، هذاك السيد نصاب باغي كيقلب عليا نصب وباغي ما يدي، لانه انا ملي جاي كنحلل كنهضر معاه وكنحلل انه السيد قال لك اعطيني اغلى حاجه عندك، اغلى بنو عندك احسن بنو عندك اعطيه ليا، دونك ما داش شي حاجه اللي يدي شي حاجه رخيصه، انت احسن حاجه عندك مزيان ما تشطر معايا لا في الثمن لا في والو. ثاني حاجه في البلاصه جا سبق لك الفلوس بلا ما يشوف السلعه بلا ما يعني كاين تما ان هذه القضيه الاخوان حاولوا تردوا ليها البال، اللي كيعرف شي واحد يحاول يوصيه ويرد البال من هذه القضيه هذه، شي واحد بيتعامل مع اول مره بحال هكا اللي يقول لك انفيرسي لي كويسيفت لك سميتو ما ياخذش السلعه، يا اما شد لي سبيس ديالك يا اما بقى تيبان في الكونت، ما تعطيش السلعه نهائيا، ما تعطيش السلعه هذاك ها جالس هكا وهو بيقول لك واحد البنكه اللي ما عندكش عليها انت معلومات، لانه يعني مثلا داك الورقه ديال السياج ولا ديال البنك الشعبي ولا ديال التجاري ولا شي بنك اخرى كيكون باين، يعني باين. وتاني حاجه بالنسبه للفيرمون ولا فيسمون في لابليكاسيون اللي كتخرج دروسي كيعطيك معلومات كامله، كيعطيك السميه والكنيه تاع داك اللي صيفط الفلوس للريب ديالو، هذاك اللي توصل بالفلوس السميه والكنيه ديالو الريب ديالو، دونك كاين معلومات مزيان. هذا هو كيقاد المسائل، انت مثلا كدير عندك مثلا جوج تاع لي كونط، مثلا عندك كونط في السياج عندك كونط في البوسطه مثلا، هو كيقول لك واحد لابونك اللي قليل عندها الكليون ولا ما كتعاملش مع الناس بزاف وكيزقد لك واحد الروسي زعما بلي هي، باش حتى انت ما عندكش شي فكره ولا معلومه. وثاني حاجه ملي كتقلب على دي زيكزومبل بحال هادشي واش نيت ديالهم ولا لا ما كتلقاش، ما كتلقاش دي زيكزومبل. مثلا نشوفوا مثلا فيرمون سامبل، هذيك هي فيرمون سامبل ملي كتقلب عليها مثلا تشوفها كيفاش جايه المعلومات كتكون فيها كلشي ما كتلقاش، سواء في فيسبوك ولا في جوجل ما كتلقاش، دونك يكون صعيب عليك انك تفيريفي، صعيب عليك باش تعرف واش داكشي فيه شي فيه يعني شي نصب ولا شي حاجه ولا لا. المهم الاخوان اللي كيعرف شي واحد ديال شي تجاره الناس كيخدموا في الكوميرس ولا الناس اللي ردوا بالكم الفلوس اللي ما بانوش عندك ما تخرجش السلعه، ما تخرجش السلعه، دير لك فيرمون ولا سميتو سيدي اعطيني لي سبيس، عندك السياج عندي السياج دوز لي بانو الفلوس سير بلاص، بانو الفلوس عندي نعطيك، ما بانش عندي ما تاخذش سميتو ما تعطيش السلعه وما تخرجهاش. هذه نصيحه راه عطى الله النصب، عطى الله الطرق ديال النصب. الواحد ما عنده ما يدار كيجلس اش خصني خصني هادي راه نعيطو لفلان نقاد لي شي حاجه في فوتوشوب نصيفطو ليه صافي سير لي السلعه سير قلب على مولاه اش ندير انا ديك لي كارت، لي كارت عطاهم الله، عطى الله الواحد فين يجيب لي كارت، وهاد القضيه راه خطيره بزاف، عطى الله الواحد فين يجيب. نعطيكم مثال بحال دابا الجمعيات، الواحد كاين خارج في الجمعيه كيصور لا كارت تاعو كيصيفطها للجمعيات، هذا راه خطر، اي واحد في الجمعيه ممكن يشدوك الوثائق وداكشي ونصب على بنان انت ما تعرف الدقان من بعد تجيك، يعني كيما يدار بالنسبه للوثائق اللي متعلقين بهم نحاولوا نردوا لهم بال ما نعطيوهمش لاي واحد. المهم كيف ما قلت لكم الاخوان هذا الشيء الطرق ديال النصب راه عطاهم الله، غير ردوا البال وحاولوا توصلوا الاصدقاء ديالكم والناس ديالكم حتى هما يردوا البال. الله يوفقكم والله يحفظكم كاملين والله يحفظ الجميع، تحياتي لكم.